فقت الجميع يا زهرة. ومثل ما فاقت الجميع في فضائلها أيضا فاقت الجميع في مصائبها. لولا يمكن أكو هناك أوجه شبه بينها وبين بين مريم، وأن مريم تشبه الزهرة، ولكن أوجه شبه في حال الاشتراك. أما أكو بعض الأشياء لا، فاقت الزهرة على مريم التي هي فاقت جميع. ومن هذه الأشياء التي فاقتها بها أن الذي جرى على مريم يختلف عما جرى على الزهراء. زهراء اتهموها بأنها كذابة يوم جت طالب الفدك، وهذه بعد اتهموها قال أنت كذابة، واتهموها أيضا بالزنا. ما كان أبوك امرأ سوء، يعني مريم، وما كانت أمك بغية، وقال لها يا أخت هارون، ما عندها أخ اسمه هارون، وإنما مقصود هارون هذا واحد معروف بالانحراف، انتين آخيتين يعني صوتين مثلي. وهكذا فاتهمت، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر ظلامتها وأظهر صدقها حينما أشارت إلى عيسى، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هي مصيبة، هي مصيبة، لكن انحلت بعيسى، كلها يوم واحد يومين وانحلت القضية بعيسى. من نطق عيسى ما حد يتجرأ يسيء إلى فاطمة، إلى مريم. أما الزهراء هل توقفت ظلامتها؟ إلى الآن والله الزهرة مظلومة، ما توقفت ظلامتها. وأي ظلامة؟ تو النبي صلى الله عليه وآله بعد ما يبست وما جفت تربته، تربة الماء التي على قبره، ما يحط الماء على القبر، ما جف، ما جف التراب، على الأقل بهالتفسير هذا. تو فارغ الإمام علي من دفنه ورجع يحارس المعزين حتى يجون يقولون له، الرجال يجون إلى علي يقولون له الخلف براسك، والنسوان يجون للزهراء يقولون لها الخلف براسك. وإذا الزهرة تسمع قم يا علي وبايع، وإلا أضربنا عليكم المنزل نارا. قامت الزهرة تنهاهم، لا لا تسوون السوايا هذه، تجمون علينا بيتنا تحرقون البيت. قال نعم، قولي لبعلك يخرج، وإلا أضربنا عليكم المنزل نارا. قالت أحرج عليكم، هذا بيتي، بيتي بيت رسول الله. اندفعت بكلها، اندفعت لكي تدافع عن إمامها وعن سيدها أمير المؤمنين، وتدافع عن حرمة البيت وعن حرمتها أيضا. ولكن القوم ما رعوا لها حرمة، فدفعوا الباب في وجهها حتى عصروها تلك العصرة. وتفاصيلها جايت إنك عقب أيام. شلون عصرة؟ ماذا صنعوا حينما عصروها؟ قال كسر ضلعان في صدرها، نبت المسمار في صدرها، أسقط الجنين من بطنها. هذه حصلت حتى حالة ولادة عيسى، طلعت كرامة إلى مريم تحتاج إلى ما يسهل عليها ولادتها، وإذا عيسى يناديها من تحتها
لا تخافي لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهر بس حركت رجولها الشكل، وإذا النهر يمشي الماء ينبع. تحتاج المرأة إلى الماء، الماء الدافي، طلع ماء حار. يا حاتم الهي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وحاجة المرأة في هالحالة إلى الرطب. يقول علماء العلماء الطب وكذا والتغذية، يقولون من أحسن الأشياء للمرأة الحامل الرطب أو التمر، زين، لكن تأخذ بالمقدار الذي لا يرفع سكرها. وأيضا في حالة الولادة تحتاج إلى هذا يسهل عليها، وأيضا في حال الرضاعة يدر اللبن التمر والرطب. لولا ولذلك النخلة يابسة هزتها أو ضربتها بيدها هكذا، وإذا بها اخضرت وتساقط الرطب فأكلت. يوم شافت هالأشياء هذه واطمأنجتها قالت خلاص بعد ما أخاف. ولدت بعيسى وهي غير مروعة أنا وحارسها السري الأبسل، لكن وإلى الجدار. عندها ملجأ هذه، التجأت للنخلة. أما بالنسبة إلى الزهراء التجأت بين الباب والجدار، وإلى الجدار وصفحة الباب التجأت ست النساء فأسقطت ما تحمل. أويلي سقطت وأسقطت الجنين، وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل. هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل، يعني يرفسونها. نعم هذه من اللي فاق الآن مصيبته، مصيبتها أو مصيبة مريم؟ وين مصيبة مريم؟ ماكو مصيبة. الزهرة روعت بين الباب والجدار وأسقط جنينها بعاد، ولطمت ديك اللطمة. إحدى الخادمات من خادمات المنبر الحسيني جاءتها الزهرة قالت روحي اقري باكر الوفاة، روحي اقري عنده لك المالتم الفلاني، ترى فيه بناتي هناك وينتظرونك وهم جايينك بالأمس وقالوا لك تعالي اقري وانت رفضتين، روحي اقري أنا ما أكون موجودة هناك. من انتين؟ قالت أنا الزهرة. ومشت زهرة، يعني الزهرة. وفي المنام شوية وهي تحدث نفسها وصلت ذيك المرأة إلى الباب، قالت يعني الزهرة. ردت نظرتها الشكل والتاح الخمار عن وجهها، وإذا خمس أصابع مطبوعة على وجه الزهرة. تأمل شلون هذه فاطمة بعد. تعال شوفها في الوفاة، لما توفت الزهرة ولما توفت مريم. توفيت مريم وماكو تقول تشتكي من ظل أو منتحلة بدن، أصلا هي في أمن وأمان. عيسى عليه السلام رايح يجيب لها طعام حتى يفطر وياها عقب الصوم، ما يجلها متمددة على مصلاها. السلام عليك يا أمه، ما أجابت. لولا بعدين قام يتعبد ساعة ساعتين ما انتبهت، قال يمكن تعبانة، رد تعبد والفطور خلنا. أخيرا مرة مرتين ثلاث ناديها ما تجيبه، جاء يحركها وإذا بها كالخشبة اليابسة فارقت الحياة. وانتهت القضية. بعض الروايات تقول بأنها جاءه النداء يا عيسى ارفع ارفع رأسك عن صدر أمك فإنها قد فارقت الحياة، ولا تخاف ولا تجزع وما راح تتروع. لكن يوم وضح علي بن أبي طالب هذه الزهرة على المغتسل شلون شافها؟
يوم وضعها على المغتسل شلون شافها؟ هذه حالة رآها ولعلك مات والضربات. وبعد لما أن وضعها على السرير لكي تحمل نادى بالحسين والحسن وإجوا وضع الحسن رأسه على صدر أمه من الجانب الأيمن والحسين من الجانب الثاني. يقول علي أقسم بالله وبالعيش الذي عشته مع رسول الله لقد حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمت الولدين إلى صدرها. والمصيبة يا موقفاو اشبولها يم النعام مدت ايديها الى السبطين والكل اندهى ضمت الاولاد لها يا وماج واهتز العريق وخذهم حيدر عن الزهرة وعبراته تسيق.